مساء الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ومشاهدي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك. أنا معكم أحسان خريس ورواد جرمانوس من أمام وزارة العدل، وذلك لمتابعة قضية الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مستمر بعمله، وهو استطاع أن يراوغ وأن يماطل في أن يمثل أمام المحكمة اللبنانية. وطبعا كان هناك تحليلات كتيرة من أنه القضاء اللبناني عندما دخل على خط استجواب رياض سلامة والادعاء عليه كان الهدف المراوغة والتعطيل على الوفود الأوروبية التي تتولى التحقيقات أيضا. إذن اليوم كان من المفترض أن تكون هناك جلسة لاستجواب رياض سلامة، ولكن أجلت إلى 18/5 إلى 18 أيار. يعني نحن القضاء اللبناني للآن صار ولا مرة بعد استجوب رياض سلامة، فيما الوفود الأوروبية القضائية يمكن خلصت شغلة. رح استوضح أكثر من الصحفية الكاتبة في الشؤون القضائية والمتابعة لهيدا الموضوع وللمواضيع القضائية فرح منصور. استاذي فرح، اليوم يلي صار اليوم كم مرة بعد بيقدر رياض سلامة يقدم دفوع شكلية وما يحضر أمام القضاء اللبناني، وهل هيدا الشيء يعني بيساعده؟ اليوم بدنا نخبر انه كانت الجلسة الاولى بالادعاء اللبناني على رياض سلامة. اليوم بخلال الايام الماضية قدم دفوع شكلية، وهذا شيء بحسب القانون بحق له يقدمه. تقدموا القانونيين تعول رياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة، والمساعدة بألف مصرف المركز ماريان لحويك كمان الدفوع الشكلية. تزرع بقلب الدفوع الشكلية كان في اعتراض واضح من قبل حاكم مصرف لبنان على حضور رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل القاضية هيلانا اسكندر. اعترض على حضور جلسات الاستجواب ودعا وطلب من القاضي شربل أبو سمرة أنه يمنعي أو أنه يطلب إخراجه من الملف بالملف اللبناني. يبدو أنه حاكم مصرف لبنان منزعج من حضوره ومن الادعاء الأخير اللي كانت عليه. فاليوم بالوكلاء القانونيين لما وصلوا عند القاضي شربل أبو سمرة ليشوفوا شو صار مصير الدعاوى الدفوع الشكلية، حضرت محامي بتمثل الدولة اللبنانية وهي مرسلة من وزارة العدل لتتابع هذا الملف. اليوم فينا من بعد ما تقدمت الدفوع فينا نقول حسين انه عم يتزرعوا بقلب الدفوع، يعني بيتمسكوا بقصص قانونية بتحق لهم. في من بيناتهم عرض وكيل محامي وكيل حاكم مصرف لبنان تصريح سابق بشهر آذار لرئيسة الهيئة بتقول فيه انه لا يحق لهيئة قضايا وزارة العدل ان تتدخل في اي ملف ان تحضر من دون ان تكون يعني اخذ الاذن مسبق من الوزير المختص. بالتالي بما أنه ملف حاكم مصرف لبنان هو ملف مالي، فالوزير المختص هو وزير المالية يوسف الخليل. فهون تمسكوا بهذا الموضوع أنه أنت عم تحضري وأنت ادعيت على حاكم مصرف لبنان من دون ما تاخدي إذن، ما في إذن من وزير المالية، فطالبوا إخراجها من هذا الملف. وبالتالي هي أرسلت ردودها على الدفوع الشكلية، ولكن القاضي شربل أبو سمرة ما عرضها على حدا ولا عرضها على الوكلاء القانونيين، لأنه في وجهة نظر مختلفة كمان بتقول أنه بحق لها دون الرجوع إلى القاضي المختص في حال كانت القضية. خصوصا بدنا نقول حسين أنه بوزارة العدل عينت وكلاء قانونيين لمتابعة الملف وحفظ الحق اللبناني خارج لبنان. يعني الوكلاء هول القانونيين المحامين اللي تعينوا من دون أجر لمتابعة الحق اللبناني بدوا يتابعوا برا لبنان شو بدوا يصير بهيدا القضية. هلأ بالمقابل كان نحن عم نشوف هيدا السيناريو اللي عم يمشي، يعني الجلسة تأجلت ل 18/5، يعني نحن صرنا شهرين ثلاثة الجلسة ما تقدمت ولا 1%، بينما بالمقابل نحن عم نشوف همة الوفود الأوروبية قدي عم تسارع بإجراءاتها، قدي عم تسارع بتحقيقاتها لتوصل للي بدها إياه. أي متى الموعد المقبل للوفود الأوروبية حتى تأتي إلى لبنان؟ الوفود الأوروبية بحسب الاستنابات يلي وصل، خاصة أنه اليوم وصل استنابة من لوكسمبورغ، وصلت من بلجيكا، وصل سابقة من القضاء الفرنسي. اتفقوا كلهم أنه هيجوا ب 24 الشهر هلأ نيسان الحال.
الحالة بدهم يجوا يقعدوا 10 أيام لتضل لأول أيار تقريبا 5 أو 6 أيار. وهون بدنا نلفت لشغلة إنه هيدي الزيارة تعتبر من أطول الزيارات اللي حيكونوا فيها بلبنان. بالماضي بالمرحلتين السابقين استمعت للوفود واستمعت استمعت للشهود واستمعت لحاكم مصر في لبنان، بس كل زيارات ما كانت تتعدى 5 أو 6 أيام. هيدي المرة جاية 10-11 يوم تقريبا، بدها تقريبا تخلص كل الملف. من ضمن الشهود عرضوا إنه في 4 أسماء لشهود، من بيناتهم 3 بيشغلوا حاليا مناصب، يعني كانوا مناصب إدارية بمصارف لبنانية بارزة أسماءها معروفة، وبمصرف لبنان المركزي كانوا بيشغلوا هالمناصب. وفي نحن شاهد واحد جايبينه من الوزير اللبناني مطلوب الاستماع له كشاهد، وهو بيشغل منصبه حاليا من وزير سابق الحكومة اللبنانية. هلا بس يوصلوا ب24 الشهر حيبلشوا بتاني يوم الجلسات، ولما بيخلصوا حيرجعوا يسافروا على بلدهم. وبفوق هيك رجعت وصلت استنابة قضائية من القاضي أود بوريزي عم تطالب، هي القاضية الفرنسية، انه حددت جلسة استماع لحاكم مصرف لبنان بفرنسا وعينتها ب16 أيار المقبل. هون نحن بدنا نشوف هل هو حاكم مصرف لبنان، لانه بدنا ننتبه لشغلة هلا بهيدا الاستناب القضائية بتأكد انه هو حيستمع له في فرنسا كمشتبه به. هذا اول شغلة، ما حيكون كشاهد مثل ما هو كان هون، يعني هون كشاهد ومشوا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، بينما برا لهم الحق باتخاذ الاجراءات المناسبة يلي بيطلعوا فيها في حال هو قال ما بده يحضر، وعطوه امكانية انه بده يحضر وفي معه يجيب الوكلاء القانونيين اللي بده اياهم. هذا من ضمن الاستنابة. بس هون بدنا نشوف هل هو بده يحضر حاكم مصرف لبنان، بده يسافر على فرنسا، خصوصا انه عنده منع سفر من لبنان. هل حتتعاون القاضي غدا عوم مع هذا الموضوع وتسمح له لحاكم مصرف لبنان يعني تشيل منع السفر، ولا هل هو حيروح، يعني هل حيتدخل القضاء بهذا الموضوع؟ هون بدنا نشوف. من الممكن، يعني من المتوقع اذا بدنا نقول، انه القضاء الفرنسي حيتخذ الاجراءات، وهو متوجه، يعني صار بيعرف الكل، اي شخص متابع لهذا الملف وعم نطلع على التفاصيل بشكل يومي صار عندنا درايه واضحه انه القضاء الفرنسي متوجه للادعاء على سلامه، صار بيملك كل المعلومات، بيملك كل التفاصيل اللي هو واضحه عنه، وعم ياخذ من الشهود. يعني حتى انه اذا شاهد او شاهدين ما حضروا، هن صار عندهم مختلف المعلومات. وبالتالي من لما حضر جلسات الاستجواب الاخيره لحاكم مصرف لبنان، كانت ممتعضه القاضيه الفرنسيه من اجوبته، يعني هي اعتبرت انه اجوبته منا دقيقه 100%، كان في محاوله من المراوغه ببعض المواضيع، في محاوله من الاجوبه الضبابيه اللي انعرضت يلي عرضت داخل الجلسه. فهون بدنا نشوف بالايام بالاشهر بشهر ايار اتجاه القضاء الفرنسي شو بده يعمل بهذا الموضوع، وهون بدنا نشوف اذا القضاء اللبناني حيتدخل بهذا الموضوع ولا لا. طب اليوم لما تدخل القضاء اللبناني، هو ما كان الهدف منه بانه يكف القضاء الفرنسي عن اكمال الاجراءات يلي كان اتخذها؟ هلا نحن سابقا كنا عم نقول انه في حال القضاء اللبناني قال حسب المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد، أبلغ القضاء الأوروبي والوفود الأوروبية أنه هو مضطر يأكمل استجوابه داخل الملف اللبناني، فبده يأجل الجلسات الوفود الأوروبية وجلسات الاستماع. ساعتها منقول هي ممكن تكون محاولة لأنه مراوغة أو مماطلة أو تأجيل الاستنابات، بس نحن اللي شفناه شيء مختلف كليا. نحن شفنا تعاون كان من القضاء اللبناني مع القضاء، نفذوا الاستنابة بكل معنى، نفذوا عفوا المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد بكل معنى الكلمة، نفذت كلها وفقا للقوانين، وطرحت الأسئلة كلها يلي كانوا طرحين الوفود الأوروبية يلي طلبوها وعرضوها على القاضي شربل أبو سمرة، وتم استجوابه. بالتالي نحن منقول هلأ مشيوا بأشواط أشواط سريعة القضاء الأوروبي، صار عنده كل المعلومات، ونحن عم نحكي بفترة كتير قصيرة، يعني المرحلة الأولى والثانية والثالثة ما في بيناتهم شهر كان، يعني مش بخطوات سريعه بهذا الموضوع. فهم بنشوف، انا بنظري صراحه بشوف لا، ما عمل القضاء اللبناني محاوله لمماطله. ممكن نشوف المماطله يعتمد رياض سلامه بقلب القضاء اللبناني، بتاخذ بدل الجلسه اللي بتاخذ شهر بتاخذ شهرين وثلاثه. يعني احنا شفنا هلا تاجلت ل 18/5 بالادعاء اللبناني، هلا ممكن يرجع يجي بعد ب 18/5 كمان المؤكد انه ما حيحضر.
يعني هو اجى كان مضطر يجي على تنفيذ الاستنابات القضائيه، بس غير هيك ما حنرجع نشوفه انه هو يرجع يجي ويمثل امام القضاء اللبناني كمدعي عليه بشك صراحه. طيب ولكن هل يستطيع فعل ذلك بانه ما يروح الى فرنسا؟ واذا ما راح الى فرنسا شو هي الاجراءات بحسب القانونيين اللي بين يدي القضاء الفرنسي؟ شو ممكن تعمل مثلا؟ هلا القضاء اللبناني ما في يجي يقول له بدك تروح انت بالقوه، ما في منها هاي. نعم هذا الشيء الموضوع خلص يصطفل، هو بده يروح ولا لا. بس بالقضاء الفرنسي بحق لهم ياخذوا الاجراءات، واي موضوع بحق لهم بناء على المعطيات اللي عندهم. يعني في حال هو ما راح لعندهم، لانه من المتوقع يعني السيناريو اللي نحن عم نشوفه قدامنا انه في حال راح وكانوا كل الادله وكل المعطيات بايديهم وكان كمشتبه به، من الممكن انه هن يدعوا عليه بعد الجلسه فبيوقفوه. فهذا الموضوع هو اكيد على علم فيه، يعني هو اكيد بيعرف هول التفاصيل كلها. فهون نحن بدنا نشوف شو ممكن يعمل. يعني هذا ما بالنسبه الى القضاء اللبناني لا يمكن اجباره بانه يفل من لبنان. طبعا ما في اجباره على شيء، خاصه طالما عم تحكي جلسه خارج لبنان. يعني لا بالنسبه الى القضاء اللي خارج لبنان، هل ممكن انه يتذرع رياض سلامي باي خطر امني عليه لكونه يعني يملك كثير من الملفات؟ ومين هي الجهات اللي ممكن تكون خايفه من شو بده يقول رياض سلامي؟ هل ممكن ياثر على السلطات؟ يعني ما شايفين هذا القلق من اللي كان سابقا يعني من قبل المسؤولين؟ نعرف انه بعض الافراد من المنظومه او الجهات السياسيه من المنظومه، بدنا نحكي بشكل صريح، هي تقوم بحمايه او بحمايه رياض سلامي. يعني والدليل انه ما حدا قام من محله، يعني الشخص مدعى عليه بالوزاره من قبل الدوله اللبنانيه وما حدا شل عمليات، عم تحكي عمليات اختلاس اموال المال العام، يعني ما عم تحكي انت قضيه هينه، ما حدا شاله بقى محله، يعني ما كان في هذا التوجه. فبالتالي من الممكن او واضح انه نحن حنشوف عالم حام، يعني جهات سياسية حتطالب انه لا، حتعتبر انه الوفود الاوروبية، وهذه سمعناها كتير صراحة، انه الوفود الاوروبية عم تتدخل بالقضاء، عم تتعدى على السيادة القضائية للدولة اللبنانية. فهون بدنا نشوف نحن بالايام شو ممكن يعملوا بهذا الموضوع. بس انه ممكن يتزرع مثل باي شيء، ممكن يقول يعني يعرض اي شيء بعد. هلا الامور مش واضحه بهذا الموضوع، ممكن يفاجئنا ويروح صراحه، ما عندي فكره. طيب برايك يعني قديش القضاء مستقل بفرنسا عن السلطه السياسيه؟ لانه هناك كلام كتير بأن السلطة الفرنسية حمت النظام أو المنظومة اللبنانية رغم أنها كانت وعدت بمحاسبته، وبعدين صار في غض نظر عن السلطة اللبنانية. أدي مستقل القضاء، يعني أدي مستقل القضاء الفرنسي عن السلطة الفرنسية، هلأ عن السياسيين الفرنسيين يعني الحاكمين بفرنسا؟ هلا هن دائما بيقولوا انه نحن مستقلين عن هذا الموضوع، خاصه انه في بعض الوفود لما زارت قصر العدل كان في اشخاص عم يعرضوا عليها موضوع ثاني، قاموا قالوا لهم انه نحن منفصلين عن السياسه، نحن ما دخلنا بهذا، رفضوا. فهذا بدل انه هن منفصلين الى حد ما يعني عن القضاء الفرنسي. القضاء الفرنسي عم نحكي نحن باموال موجوده بحسابات او باموال موضوعه بحسابات برا، وهن شاكين كل الخبريه بانه عمليه تبويض الاموال صارت على الاراضي تاعيتهم، فعم يطالبوا بالتحقيق، بيوسعوا بالتحقيق من أجل أنه يشوفوا إذا هيدا المال هو لا فعلا بيعود لإله ولا هو مال عام. بالتالي هن جمدوا المصاري وهلا عم يوقفوا له عقاراته، يعني عم يحطوا إيدهم عليهم. فنحن عم نشوف إجراءات جدا واسعة من القضاء الأوروبي أو القضاء الفرنسي بالتحديد بموضوع حاكم مصرف لبنان، وهيدا إذا بدنا ندل على شيء مندل أنه هو صار عم يمسك يعني قطع مبعثرة وصار عم يركبها كقطع بازل، يعني صار هو عم يركبها وعادي، صار أمور واضحة قدامه. أنا هيك بشوف صراحة، يعني ممكن القول أنه المسار جدي لكنه يعني كان بطيئا نوعا ما، اليوم يتسارع. من أيمتى كان بطيء؟ هن أصلا لما فتحوا تحقيق، التحقيق صار سريع. لما فتحوا التحقيق كان التحقيق جدا سريع، نزلوا مرتين ثلاثة، يعني عم نحكي بشهرين ثلاثة، يعني دايما يحطوا الموعد الرسمي وينزلوا فيه وما تغيبوا ولا مرة على المرحلة، ودايما بيتسارعوا لإرسال الاستنابات القضائية وللتواصل مع القضاء اللبناني بهذا الخصوص. يعني واضح أنه هن مستعدين وهن بحاجة ملحة لإنهاء الملف والوصول للتحقيقات اللي هن للنتيجة اللي هن يعني بدهم اياها. يعني شكرا لك الكاتبة في الشؤون القضائية في جريدة المدن الإلكترونية فرح منصور. إذن رياض سلامي على موعد مع استجواب جديد كمشتبه فيه في فرنسا، وأيضا هو على موعد
كمدعى عليه في لبنان ب 18/5. الزيارة المقبلة للوفود الأوروبي ستكون الأطول من ناحية المكوث في لبنان. وطبعا بالنسبة إلى السلطة السياسية حتى هذه اللحظة لم نرى إجراء جديا يهدف إلى حماية رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أو إعطائه الغطاء السياسي، لأنه طبعا الأمور بفرنسا والأمور مع أوروبا مختلفة عن الأمور في لبنان وعن التدخل في كما في القضاء كما يحصل في لبنان. وأيضا بالنسبة إلى القضاء اللبناني، هذا القضاء مجبر على تنفيذ كل المعاهدات الدولية، وإلا فعلا يكون لبنان في إطار الدول الساقطة المارقة بالنسبة إلى القوى العالمية وبالنسبة إلى المجتمع الدولي. طبعا نحن رح نتابع هذه القضية وكل القضايا إن شاء الله. شكرا لكم ولمتابعتكم.